بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحد الخوات طالبة علاج لداء الثعلب، تقول علاج يعني مستفحل عنده والشعر كله حتى الحاجب مساقط. طبعا الأمراض الجلدية بصورة عامة وخصوصا داء الثعلب، أول ما نبدي طبعا هي تقول عمر 10 سنوات، نأخذ لسنة مكي 5 غرامات حبة حلوة، 3 غرامات نفوره بقلاص ماء نصفيه ننطيه شربة، راح يسوي عنده إسهال مرتين أو 3 مرات. طبعا هذا المسهل لازم نعيده كل 10 أيام، وأيضا نأخذ شعر الإذرة 20 وقطب 10 غرامات وكرفس البير 10، نفورها بلترتين ماء على نار هادئة تغلي بدرجة الغليان، نزلها من على النار تبرد نصفيها، ننطي كل ساعة مقدار كوب، كل ساعة كوب، خذها اليوم 3 أيام كون مخلصها، راح يسوي عدة إدرار هواية. من بعدين العلاج الأساسي والخارجي هو أنه ناخذ المرتك الفضي والمرتك الذهبي، هذه مواد عشبية موجودة عند العطارين، مرتك الذهبي والمرتك الفضي، ناخذ 20 غرام مرتك فضي و20 غرام مرتك ذهبي، نطحنه ناعم بالهاون أو بالطاحنة ناعم، مثل طبعا هو حجر ثقيل يعني النوع بيثقل يعني كلش ثقيل يعني حجر هذا، فينطح الناعم ينخلط ب100 سي سي زيت الزيتون تقريبا، هاي العلبة ال100 سي سي اللي نعرفها طبعا هاي بهالقياس هذا تماما زيت الزيتون، نخليه بيه ونرج العلبة. المنطقة المصابة اللي بيها داء الثعلبة إذا كان الرأس كله وإذا كان دوائر على شكل دوائر متفرقة، حتى إذا الشعر كله واقع لازم نحكه بشفرة الحلاقة، يعني احنا بالعاميل العراقي نقول بالموس، حتى هاي الطبقة الدهنية تنزال من عنده بالموس، بعدين نفركه بالفرشة مال أسنان دلك قوي قريب ما تحمر المنطقة كلش حمرة تصير، بعدين نجيب سن ثوم نبرش بالرندة ندلك المنطقة بالثوم دلك قوي بحيث انه يحس بلهيب براسه، يشتعل براسه نار يحترق، بعدين ناخذ هذا الخليط اللي هو زيت الزيتون والمرتك الذهبي والمرتك الفضي، نرج العبة وبالقطنة نخلي على المكانات اللي داويناها، نعوفه 2 إلى 3 أيام، إذا بدأ يطلع شعر ناعم نرد نعيد عملية الحلق، وإذا ماكو شعر نعيد مرة لاخذ بالفرشة مال الأسنان وبالثوم وبعدين بالخليط اللي هو قلنا المرتك الذهبي والمرتك الفضي وزيت الزيتون نخلي على المنطقة مالته، نتمنى له إن شاء الله صحة وعافية. بس بالنسبة لهذا الطفل اللي عمره 10 سنين كل 10 أيام أو 15 يوم يعيد هاي الوصفة اللي هي المسهل والمدرر حتى نعدل له قلوية الدم ضروري، ويكثر من أكل الثوم يوميا في 2 إلى 3 سنين ثوم يطر مناعم ويبلعه، يتجنب طبعا الأكلات الحارة، يتجنب أكل السمك وخصوصا سمك الشبوط. نتمنى له إن شاء الله صحة وعافية.